نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 79 المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وقد أكد سموه أهمية الدور الذي تطلع به الأمم المتحدة في توحيد الجهود الدولية من أجل مواصلة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمات أكدوا فيها حرص بلدانهم على الإسهام الفاعل في دعم مساعي المجتمع الدولي لوقف الصراعات وتخفيف التوترات بما يدعم الاستقرار والسلام إقليميا وعالميا.